وللحديث عن مخرجات مؤتمر روما المنعقد في إيطاليا لمكافحة الهجرة غير النظامية، معنا من لندن الصحفي والإعلامي السيد زياد المنجد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك سيدي. كيف تقرؤون مخرجات مؤتمر روما على الصعيد الإنساني؟ لا شك أن مؤتمر روما الذي أطلق ما سمي بعملية روما للمعالجة الجذرية، معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، واتفاق هؤلاء على دعم وتنمية البلدان التي تصدر المهاجرين، يعني هو أمر بعيد كل البعد عن الإنسانية، لأنهم في حقيقة الأمر يخلطون بين المهاجر واللاجئ. ليس كل المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا هم مهاجرون اقتصاديون، لا، هنالك الكثير من المهاجرين هم لاجئون. هؤلاء يذهبون ليبحثون عن الأمان في بلدانهم، وهذه الدول التي اجتمعت في روما وقالت أنها ستوفر البيئة الاقتصادية للدول التي تصدر المهاجرين هي بعيدة كل البعد عن الواقع. ثم من قال أن هذه الأموال التي يمكن أن يرصدوها هذه الدول ستذهب للتنمية، إنما ستذهب إلى الدكتاتوريات التي تحكم تلك البلدان والتي تضيق على المواطنين ليبحثوا عن الأمن والأمان في دول أخرى كأوروبا. فهذه الأمور كلها وهذه القرار بعيدة كل البعد عن الإنسانية، لأن اللاجئين الذين يحسبهم مؤتمر روما مهاجرون تحفظ حقوقهم اتفاقية جنيف للاجئين. هذه القرارات التي صدرت عن مؤتمر روما تخالف بشكل جذري اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين التي تسمح بالتنقل اليسر بين البلدان لكي ينعم اللاجئون الفارون من الحرب ومن الظلم والاستبداد في الدول التي يبحثون عنها وتوفر لهم هذا الأمن والأمان. لذلك كل ما صدر عن مؤتمر روما هو بعيد كل البعد عن الإنسانية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين. لكن كيف تفسر هذا التغير الأوروبي في النظرة إلى موضوع اللاجئين أو المهاجرين في السنوات الأخيرة؟ هل اكتفت أوروبا من اللاجئين الذين وصلوا إليها أم ماذا حصل بالضبط؟ يعني بحاجة ماسة إلى اليد العاملة، واللاجئون والمهاجرون يسدون فراغا في الأيدي العاملة في تلك الدول، ولكن لأسباب عنصرية. يعني من دعا إلى مؤتمر روما هي جورجيا ميلوني، وجورجيا ميلوني كلنا يعلم من هي. عندما أتت إلى السلطة، وكما ذكر تقريركم، يعني أتت بعنصرية مطلقة، وهي تتعامل مع بعض الدول التي يحكمها دكتاتوريون وعنصريون من أجل تطبيق هذا الأمر. هنالك في فرنسا الحملات العنصرية موجودة، في دول أوروبية أخرى هنالك بالنرويج مثلا هنالك العنصريون يحكمون. لذلك اتفق هؤلاء العنصريون الذين يرون في كل أجنبي يعني حالة شاذة يحاولون قدر الإمكان إبعاد كل الغرباء عن بلادهم، ويحاولون تقييد حركتهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى بلادهم. نعم، كيف يمكن على سبيل المثال طبعا لأوروبا التي تشيد بالاتفاقية التي وقعت مع تونس على سبيل المثال وتعتبرها أنموذجا رغم تعارضها مع حقوق الإنسان، أليس هذا ازدواجيا يعني ازدواجية معايير؟ لا شك أن الدول الأوروبية التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان هي أكثر من يضر بهذه الحقوق، وهي التي تهدم حقوق الإنسان. لو أن هذه الدول التي اجتمعت في روما والتي قررت ما قررت، ويعني لو أنها أرادت فعلا
أن تقضي على الهجرة، لا بدأت بمكافحة الدكتاتوريات، وقيس بن سعيد هو من الدكتاتوريين الذين انقلبوا على الديمقراطية في بلادهم، ولذلك فهؤلاء اجتمعوا من أجل يعني تحقيق غرض معين، وهو التقييد ويعني تقييد حركة الإنسان الغير أوروبي بالتعاون مع الحكام، حكام منطقتنا العربية والدول الإفريقية بشكل عام. فالاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس هي اتفاقية يريد قيس بن سعيد الحصول على المال، أعطوه 900 مليون دولار وهبة ودفعة يعني دفعة سريعة 150 دولار، إضافة إلى تزويده بالقوارب ويعني والقوارب التي تحاول منع المهاجرين. فهي هذه الاتفاقية التي تعتمدها هذه الدول والتي تريد تعميمها والتي وقعتها مع تونس هي بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان التي تدعي الدول الأوروبية بأنها يعني مع حقوق الإنسان، فكل البعد بعيدة كل البعد عن كل ما يمت لحقوق الإنسان بالسلاح. بدأنا الحديث سيد زياد بأنهم يفكرون بالتدخل لمكافحة الفقر والبطالة في الدول المصدرة للاجئين، وكأن مكافحة الفقر والبطالة سيتم بمجموعة من المساعدات أو بعض الأموال التي تصرف للناس وليس بتنمية حقيقية تستند إلى بنية تحتية حقيقية تستند إلى أمن للمواطن، أولا شعوره بالأمن الذاتي ثم بالأمن في بلاده، ومعظم البلاد المصدرة أصلا هي بلاد تعاني من الحروب أو من آثار الحروب ومن الخلافات والصراعات الداخلية. فكيف يمكن لهذا الاقتراح أن ينجح؟ لا شك أن هذه الدول التي يعني أقرت إنشاء صندوق لم يتفق على يعني بدايته هي دول تحاول قدر الإمكان أن تعطي مساعدات للدول المصدرة للاجئين والمهاجرين، ولكن السؤال إذا إلى متى يعني أعطتهم أموالا في هذه السنة، إلى متى ستستمر في إعطاء هذه الدول أموالا؟ ثم هل يضمن هؤلاء بأن هذه الأموال التي يصرفونها ستذهب إلى مكانها الطبيعي للتنمية، أم أنها ستذهب لتعزيز الدكتاتوريات التي هي الأساس في تصدير المهاجرين واللاجئين؟ فهذه الأمور كلها يعني عبارة عن صرخة عنصرية من قبل سلطات عنصرية تسيطر على بعض الدول الأوروبية، والهدف منها يعني إبعاد كل ما هو غريب عن بلادهم. نعم، هل تعتقد بأن هذا سينسحب أيضا على تركيا وهي من أكثر الدول بين قوسين التي يمر منها المهاجرون إلى أوروبا؟ تركيا لا شك أن لديها يعني لديها الكثير من اللاجئين والمهاجرين، وتركيا لم تشارك على ما أعتقد في مؤتمر روما، لم تشارك في مؤتمر روما، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن هذا الأمر. ثم أن هنالك اتفاقا بين تركيا والاتحاد الأوروبي، اتفاق سابق من أجل يعني تقليل عدد المهاجرين، وهي تحاول قدر الإمكان أن لا تكون ممرا للاجئين، مع أن الكثيرين يحاولون العبور عبر الأراضي التركية، ولكن السلطات يعني تحاول قدر الإمكان عدم أن تكون طرفا في هذه الحالة. أشكرك جزيلا الصحفي والإعلامي من لندن السيد زياد المنجد، شكرا لك.